معكم شاف سارة. كيف ما تعرفتوا عليا هاد الايام هذه ديما معايا الجديد. اليوم جبت لكم فكره جديده، فكره اللي كنظن غادي تعجب المغاربه بزاف، والمتتبعين ديالي راه عارفيني انا ديما مخترعه لدرجه عندي بزاف الاطباق المغربيه اللي كنحولهم عصريين وكندير فيهم اللمسه ديال الشاف ساره. المهم غادي نقول لكم الناس اللي ما كيعرفونيش، نقدم لكم راسي. معكم الشاف ساره، صاحبه الساندويتش المعروف ديال الشعب وديال الفقراء كيف ما كنقول ديما، وكنعاود نكرر الجمله اننا كاملين فقراء. اليوم جيتكم فكره كلاس وفكره واعره، وكنتحدى اي واحد يجي ويدق هذه البسطيله ويشوف لوغو بسطيله خطيره بلمسه ديالي اللي هي تشاف ساره وبسطيله ديال الذهب. عجبتكم هذه البسطيله؟ بسطيله الذهب هكا غادي نسميها. المهم غيخلي لكم لي فوتو باش غادي تشوفوا الفيديو ديال البوفي اللي خدمنا اليوم. مي طوندونس هو البسطيله ديالنا ديال اليوم. الافتتاح عندنا ديال المحل ديال دار المراكشي اللي غنكون فيه شاف كويزين، غادي تولي تلقاوني ان شاء الله هنايا متواجده دائما، غادي نكون معاهم. غادي تلقاو الجديد عندنا في الاطباق. غادي نبداو دابا في كبدايه قبل من رمضان ان شاء الله على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والرزق وكل واحد فيكم باش ما تمنى. غنبداو بدايه اللي هي بسيطه، اطباق مغربيه اصيله ديال جدودنا وديال يعني ما كاينش شي حد مغربي او ماشي مغربي ما كتعجبوش الماكله مغربيه. غنبداو هذه البدايه هذه. عندنا الشوا، عندنا خبز تفرناوس، عندنا طنجيه، عندنا بزاف ديال الاطباق المغربيه الاصيله. حاولنا نبداو بهم ومن بعد غندخلوا الاطباق العصريه اللي فيها اللمسه ديالي. هذا الشيء غيكون من مور رمضان ان شاء الله، غيكون واحد الدفتر اللي حامل الاسم ديالي. وهذا مكان، وهذه هي الفكره ديال اليوم. وكما كنقولوا كنبغي نشكر المتتبعين ديالي كاملين والمتتبعين ديال اشواقع، وكنبغي نشكرك بزاف الناس اللي كتبوا لي في لي فيديو السابقه في البروجي اللي كنت درت الكلام الطيب ديالهم، وهكا كيشجعوني باش ديما يشوفوني في الجديد. كما كنبغي نشكر دار المراكشي والناس اللي يعني اصحاب هذا الريستو هذا الجميل وهذه الفكره الجميله، واللي كانت صديقه ديالي اللي هي قرات معايا وكانت من المتتبعين ديالي وكانت باغاني انني نكون شاف في الريستورا ديالها. وهذا مكان وهذا الشيء اللي كاين. اليوم حاولت نخدم هذا البيفي هذا يكون 100% مغربي، يعني حتى من الديسير كيف ما كتشوف درت جوهره، واخا داك الشيء دابا ما بقاش لحقاش من عشيه كامله وهو كان محطوط، يعني اكيد غيفقد ديك القرمشه وهذا، ولكن كما كنقولوا باش غيجي الكليان عندنا راه ياكل داك الشيء سخون وداك الشيء هو هذاك. كما كتشوف اخترعت واحد الديسير اللي هو بالرز، شي حاجه بارفي فيها لي صوص اللي هما ديالي سبيسيال، فيه الكوكو، فيه مجموعه من المنسمات منهم اورانج، منهم بزاف ديال الحوايج اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديال الناس اللي حاضرين معنا. السلام عليكم، معكم زغا موديل مغربيه، معكم الاخت ليلى شيماء كيك ديزاين. الوغ جيت سعيده بتواجدي هنا. الوغ اول حاجه كنشكرهم على الدعوه ديالهم دار المراكشي، وسي كنشكر شاف ساره على حفوه الاستقبال وعلى هاد الروح الزوينه اللي عطاتنا هنايا، وعلى البسطيله اللي اول مره غادي نشوفوها في المغرب حصريه. غزاله ما شاء الله، بسطيله ديال الذهب. اكزاكتومون، غادي نشوفوا اليوم بسطيله ديال الذهب. طيب انا غادي غير نتصور معاها، ما نقدرش ناكلها، ما عطانيش خاطري.
ما قدرش دونك كنشكرهم بزاف على هذا الاستقبال الزوين اوسي على هاد التاتش زوينه ديال مراكش دار المراكشي دايوغ كنحسوا براسنا بحال رحنا في مراكش دونك بديره زوينه اننا نشوفوا بحال المطاعم بحال هكا اللي كيرجعونا للاصاله ديالنا للتراث ديالنا المغربي دونك نيزيتي با باش تجيو انا كنصحكم انكم تجيو لحقاش اوندرو اللي يستاهل اننا نجيو ليه ويستاهل اننا نشجعوا ناس مغاربه ديالنا في محافل بحال هكا تبارك الله اليوم حتى انا كنحفز الاخت دار المراكشي ما شاء الله عليها وتنشكر الاخت ساره تبارك الله عليها بان دارت ديجا ريستوران في السيمانه اللي فاتت كنا ما كنتش حاضره معها واليوم الحمد لله حضرت معهم يعني كان احتفال رائع وتبارك الله بسطيله غزاله ما شاء الله وهم حتى تشوفوها معنا السلام عليكم كنشكر دار المراكشي على الدعوه والشيف ساره كنتمنى لهم هذا المشروع يعطي مازال ويكون ان شاء الله يكون بنجاح والحمد لله عشنا وشفنا مراكش في مدينه قنيطره وتبارك الله الاطباق راه خصكم تجيو وتذوقوها وتشوفوها غير تشوفوها صراحه غير كتشاف راه تبارك الله هادشي غزال نتمنى لكم ان شاء الله المزيد من النجاح والتالق السلام عليكم اليوم تشرفنا عند ساره تبارك الله عليها البوفيه كان خطير وزوين وبالنسبه للريستورون دار مراكش اللي متواجده في قنيطره هي كانت واحد دارت واحد الافتتاح اللي زوين وحضرنا فيه يعني من الاول حتى للاخر نتمنى ان شاء الله التوفيق في كل شيء لا سوا هما اصلا سبيسياليتي يعني في لاكويزين ماروكان نتمنوا ان شاء الله يعني من هنا للقدام غادي تكون شي حاجه اللي كبيره وبطبيعه الحال غادي ندوزوا الكلمه للوالده اللي هي كتمثلنا بطبيعه الحال سواء في اليوشيب او في الحياه ديالنا الشخصيه كتبقى هي كلشي وندوزوا لها الكلمه ان شاء الله جينا اليوم عند ساره تبارك الله استقبلتنا واستقبال زوين ما عندي ما نقول وصلنا نبيع لها سياره تقليديه في داك الشيء تبارك الله ما شاء الله ورشاف كبيره حتى هي ورحبه زوينه وداكشي عندها تقليدي زوين ما عندي ما نقول وتبارك الله عليها وداكشي زوين اللي بغى يجي مرحبا به وهذا المحل تيقولوا محل مراكش راه قنطه جينا من مدينه الرباط واستقبلتنا مسكينه كبرات بينا لا هي ولا الوالد ديالها ولا الوالده والناس كلهم تبارك الله رحبوا بنا ودوزنا واحد النهار عظيم تبارك الله ما شاء الله ولا قباليكم تانتوما ان شاء الله وشكرا الله يخطيكم. السلام عليكم معكم جليلو مخرج ومقدم برامج ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. كان لي الشرف انني اليوم تواجد مع الشيف ساره في افتتاح مطعم دار المراكشي اللي في مدينه القنيطره اللي الصراحه كنفتقدوا بزاف لهاد المطاعم هذه الشعبيه اللي كتقدم واحد الاكلات التقليديه زوينين بزاف وكانت الشيف ضيافه ديال الشيف ساره اللي مقدمه لنا اطباق زوينه مغربيه اصيله بحال سفه بحال بسطيله ديال الذهب سيدي وتبارك الله عليهم الاجواء كانت رائعه جدا والديكور كان رائع والاطباق مازال ما ذقناهاش ولكن انا متاكد غادي تكون ان شاء الله في المستوى الرائع وشكرا على الدعوه وشكرا على حسن الاستقبال وشكرا على الترحيب وشكرا للاشواق على تغطيه هذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت لكم الشيف ساره اليوم كنتواجدوا في واحد المطعم اللي كيتميز بعمليه اطباق مغربيه وشي حاجه زوينه تبارك الله هاد الناس كلينا الشرف السيده شيماء والسيده امين اللي داروا هاد الشيء زوين تبارك الله وكنتمناو من الزبائن ديالنا يزورونا الحمد لله كل شيء موجود هاد الشيء يعني دايرين تبارك الله كاين توجنات مغربيه توجن ديال كاين المعزي كاين الغمي كاين البقري كاين الشوا كاين القرياض كاين المصطيله في الاشكال وكما قالت لكم الشيفة سارة تبارك الله هي اللي مشرفة هذا الشو هي اللي عندها هذا الإبداع وتبارك الله راه عندها واحد البصمة معتبر وكما كنشكروا أشواق وتبارك الله عليكم وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد. وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.